انا بالنسبه لي القراءه ديالنا اليوم هي اللي كانت يعني بدينا امل المحكم وجهه نظرنا في المحاضر في الوقائع في مرافعه النيابه العامه اللي تكلمت على المتابعه واللي فاجاتنا في جزء كبير منه بحيث انها في بعض الامور تبنات تصريحات بعض الضحايا المفترضات على عكس ما ورد في محضر الفرقه الوطنيه. ولذلك مثلا الفرقه الوطنيه ما كتقولش انه عفاف برناني عندها فيديوهات، لكن جات احدى الضحايا قالت لا عفاف برناني عندها فيديوهات. اذا شكون صدقوا؟ قلنا لهم واش غنصدقوا الفرقه الوطنيه ومحاضر الفرقه الوطنيه او نصدقوا اسماء الحلاوي اللي قالت بانه واحد الفيديو بالنسبه للفرقه الوطنيه مجهول نسبته لاحدى المصرحات، عفاف برناني ما عندهاش فيديو، قالت عندها فيديو الى غير ذلك. مؤاخذات كثيره عندنا على المحاضر على مجريات المحاكمة وجهات نظرنا في الطلبات اللي سبقنا قدمنا في الخبرة أيضا. الخبرة قالت بأنه كاين ميكروفون في الوقت اللي الفرقة الوطنية ما قالتش، قالت كاين جوج كاميرات وحدة بيضاء وحدة كحلة، لكن جات الخبرة قالت كاين ميكروفون. واش نصدقوا الخبرة التقنية اللي دارتها الفرقة الوطنية أو نصدقوا الخبرة اللي دارها الدرك الملكي؟ في الوقت اللي حنا مازال كننتظروا واحد القرار ديال المحكمه اللي قالت لينا غيجي تقني ويحدد لينا واش هذاك ميكروفون او الى حدود اليوم حنا ما عارفينش هذيك الاجهزه اللي قالت الفرقه الوطنيه حجزتهم واللي المتهم كيقول دست لي كيفاش كانت مرتبطه، واش كانوا دي كابل، واش ما كانوش، فين كانت لاصقه الى غير ذلك. على كل حال انا درت القراءه الاولى، تكلمت على الوقائع من وجهه نظر دفاع المتهم. مازال الجزء الثاني في المرافعه، المحكمه حددت ليه يوم الاربعاء على الساعه الثالثه. الامور اليوم الجلسه دازت بشكل عادي بشكل طبيعي، كانت شويه ديال المقاطعه من الدفاع ديال الضحايا، لكن بالنسبه لي هذا مساله عاديه في المحاكمات من قبل هذه المحاكمات. حنا غنستمروا وغنقدموا المرافعه ديالنا اللي الخلاصه ديالها هو انه بالنسبه لنا توفيق بوعشرين كيخصو يكون في داره.